أصدقائي الصغار أصدقائنا الفنانين والفنانات أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير البرنامج اللي إن شاء الله دائما أهدافه تكون إبراز نشاط بناتنا وأولادنا في المدارس إبراز نشاطهم الفني لأن أولادنا وبناتنا لهم عدة أنشطة رياضية وموسيقية وأدبية وعلمية إحنا برنامجنا يهتم بالانتاج او بالنشاط الفني أه طبعا أه احيانا نسوي مقابلات مع الاولاد الصغار اللي في اولى ابتدائي واحيانا أه نكبر شويه ونروح للمرحله المتوسطه واحيانا نرجع مره ثانيه الى رياض الاطفال <applause> فكل هذيل اصدقائنا اللي احنا نهتم فيهم وكل عمر لانتاج لا فني من بدايه الولد الصغير اللي يبتدي يشخبط على الاوراق والشخبطه هذه احنا نقولها يعني بهذا المفهوم ونقول شخبطه بس هي البدايه اللي يبتدي منها الطفل الرسم، وكلكم كنتم قبل كم سنه اطفال وتعرفون ان بدايه الشخبطه سواء على الورقه او على الارض او على الرمل او على اي سطح هي البدايه اللي منها يتكونون الفنانين الصغار. فاحنا اصدقائي نرحب فيكم الحين ونرحب فيكم من مدرسه قرناطه المشتركه للبنات وفي احد المراسم عندنا اعمال فنيه معنا دلال وفاطمه طبعا يقدمون روحهم تقول اسمك كامل دلال داود ابراهيم الخراز دلال الخراز وانت فاطمه الفلشاوي فاطمه انتم الحين معنا طبعا خلال السنه اشتغلت قبل الميكروفون شوي خلال السنه اشتغلت عده اعمال عدل يا دلال اه نقتصر الحين على ال العمل التشكيلي او هذا يسمونه عمل المجسمات ولا شو يسمونه بالضبط عشان تساعد مع بعض يعني هذا هاي رسومات مسطحه ولا اعمال مجسمه؟ اعمال مجسمه اعمال مجسمه طيب احنا اه البدايه اه لازم في شيء او جسم قدامنا جاهز نيبه يعني هذه كان اصلها شنو؟ برمه برمة عادية، أنت مركبة الإيد هذه؟ لا هي كانت موجودة هي كانت موجودة، إذا في البرمة هذه لها شكل ولها أصل ها؟ أه؟ وك... عليها إضافات، هذا الجزء شنو هذا بالضبط؟ هذا عبارة عن الخام خام عادي م. هذا خام تأكدي هذا خام ولا ولا عجينة مسوينها احنا هذا سميت أبيض ايه؟ وغره غيرة ايه؟ بالماء ايه؟ اه ونسوي على الأجسام اللي أجسام اه يعني نسوي نسوي عجينة أول ايه؟ نسوي عجينة ايه ايه. نكوره ونشكل على الأشكال اللي نبيها يعني المفروض هذا الشكل شنو اه هذا شنو اه عنب يعني عنب ايه؟ <applause> يعني نقول يعني <good تصفيق> عنب زين هذه اه الاضافه الوحيده في المزهريه هذه عدل ايه. يعني هذه مو اضافه هذه موجوده في الاصل إيه؟ زين إيه شنو كان لونها بالاول آه كان لونها آه لون, آه 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 لون, الفخار يعني لون إيه؟ لون فاتح مثل إيه لون هذا الاصفر الفاتح إيه؟, إيه؟ زين إيه شلون نبتدي من اول شنو نسوي بالضبط من اول يعني بدايه أوه. الشغل اول شيء نجيب غيره وسميت ابيض إيه؟ آه نـ آه نـ آه بعدين الكورة أول شيء يطلع لنا آه مثل عجينة آه المهم المهم الغرة والسميت الأبيض آه يختلطون مع بعض يسوون عجينة حلوة ولا ولا تطلع إيه؟ مو شيء لا زينة تطلع عجينة حلوة وزينة يعني. إيه وبعدين آه الكورة آه بعدين نحطها على هذا مم. هو بسرعة يلزق لأن الغرة بسرعة يلزق على هذا على السطح هذا إيه؟ يعني الغرة والسميت الأبيض سهل إنه يلصق على الفخار إيه؟ 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 لأن هاي الأشياء مهمة نقولها حق أصدقائنا ساعات في تجربة نسويها <applause> <applause> أنت أنه إن في شيء غلط صار إيه؟ نبي نحاول نلصق الغرة مثلاً على الزجاج ما يلزق يطيح بعدين أو ساعات نحاول نحط مثلاً في التجربة هذه <applause> تجربه هذه من ساعه تكلمت معك قبل التسجيل انت انت والابله اه هني ما ادري يبين في قشور وطبقه قاعده تطيح مقشره احنا اه طلعنا العيب اه هذا هني معانا علشان اه اصدقائنا لما يحبون يشتغلون يبتعدون عن الخطا الخطا هذا شنو اساسه يعني هذا اللي قاعد يطيح هذا شنو هذا هذا أه سأه 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 نشا اي 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 نشا معدل من فينا اللي نشا انا ولا انت <applause> انت نسيت اي إيه؟ نشيتي إيه؟ شوفي النشا هذا الكلام فاطمه انقذتنا وحق اصدقاء البرنامج النشا لما نحطه كارضيه على الفخار ما يصير ما يصير, يصير, ما, يصير, 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 يصير ما يصلح اه وتجربه تعتبر فاشله عدل اه زين اه اه هني هذا شنو الجزء هذا هذا خام عادي ايه اه حطينا فيه اه اه غره الكاميرا وصلت لهني له نشوف عشان نطلع الجزء هذا هذا له صوت كذي وتحسين انه, انه 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 اخف من الصوت هذا ايه اه ايه شنو هذا بالضبط هذا خام عادي وغره ايه اه وخففناه بالماء ايه أه نفهم نفهم يعني اول شيء نجيب الخام ايه ايه قطعه آه آه خام, خام خفيف, خفيف قطره ها قديمه إيه إيه وبعدين شو نسوي بعدين نيب ماي ونيب غره وسميت ابيض إيه يعني الماي والغره أه البونال هذا الابيض ها إيه إيه والسميت الابيض إيه نخلطهم مع بعض يصير إيه؟ عندنا ويصير عندنا مثل مثل سماكة الروب كذي مثل الروب اي إيه إيه بعدين إيه نغطس هذا فيه قطعه القماش اي إيه بعدين نحطها على نلفها وهي مبلوله كذي إيه وفيها إيه إيه عدل فاطمه صح الكلام هذا اي وبعدين نلفها بالشكل النبي سواء هني او ننزل إيه تحت او نخليها طايحه كذي زين بعدين شلون نكسب اللون الاسود؟ لما نخليها جف نشوف هذه تصير يا مثل يابسه جفت خلاص صارت صارت يابسه الحين إيه؟ وبعدين بعدين نصبغها بالرش صبغ آه رش اسود الرش هذا السبري إيه؟ ها الرش إيه؟ يطلع لنا الشكل هذا انزين إيه؟ إيه تقريبا شفنا تجربتين باللون الاسود نرجع للاشياء الفاتحه شويه ها هذه بعد الكاميرا الحين لما تدش على القطعه هذه راح تبين لنا اول نراوي اصدقائنا يعني شلون يعني التكوين ها حبل ايه ها حبل وشنو هني؟ و اول شيء هني بغيرة ايه؟ وبعد سميت ابيض ايه نفس الشيء ها غرة وسميت ابيض اي وبعدين نحط نحط على هذا ايه على البرمة ايه؟ بعدين اه اول شيء هذا الحبل نصبغه بالرش الذهبي او الفضي ايه ايه صبغه ايه قبل؟ ايه نصبغه اول شيء قبل اي قبل لا نلفه ايه نصبغ الاول بس الحبل نصبغه زين آه وبعدين نحط الغيره ويا وي سميت الابيض على آه على البرمه بس البرمه شي شكلها مو يعني يعني الغيره مو دا مو حاطينها بفرشه يعني كاتينة كذي ولا لا. ولا مقطصينها ولا شلون بالضبط؟ لا آه احنا مثل نجيب خشبه ايه؟ آه يعني نشيل فيها؟ اي اي ون يعني نحط بشكل يعني عشوائي كذي إيه عشان يطلع إيه لنا التأثيرات هذه عدل؟ إيه, إيه وإذا خليناها تنشف بعدين إيه أول شيء نسبق البرمة بالذهبي الفضي, الفضي قصدي الذهبي أو الفضي إيه وبعدين إيه إيه؟ نلف إذا خل... إذا نشفت نلف الحبل نلف الحبل الحبل أصلا يكون شو إيه إيه هذا إيه بالنسبة للفضية والذهبي نفس الطريقة هي يعني بس يعني حلو تمام يعني الشكل صاير احلى شويه لان في ذهبي أوف. والحبل فيه يعني فضي أوه. على ذهبي ها؟ إيه يعني يعني هو فضي بس حايشه شويه من الذهبي إيه. هاي البازه نلفها علشان أصدقائنا يشوفون شكلها ومكوناتها من فوق لتحت طبعا هذا السميت اه إيه. مع الغره خلاص صار مثل الحديد ها إيه. ناشف إيه. وهي اصلا شنو هاي برمه ولا شنو بالضبط ايه هذه برمه كبيره. مالها مالها ايد ها؟ أه؟ لا لا اي مالها ايد عدل. أه؟ خوش إيه. كلام. هذا طبعا من الاشياء اللي انت اشتغلتي فيها ها؟ أه؟ إيه. وهاي شني؟ هذه آه نيب نيب مثل قرشه قرشه عاديه ايه وال وال والشمعة إيه؟ نذوب فيها ترى احنا بنيلت فاطمه عشان شغلك ها؟ آه؟ بس انت تنقذينا شويه في بعض الاحيان ايه نيب الشمعة الشمعة نحطها فوق اي إيه وبعدين؟ آه في شمعة نجيب اللون ازرق لون يعني الوان مختلفة. الوان وبعدين نحطها فوق هي بروحها يعني شلون؟ يعني اول شيء نحط شمعة باللون الابيض ذابت إيه؟ ونزلت هالصوب إيه؟ نشيلها نحط لون ازرق ازرق اي إيه؟ وتذوب شوية ونحط لون اصفر إيه؟ أشوف شلون عشان الالوان تكون واضحة كلها ايه اصفر ازرق وابيض اخر شيء يعني اخر شمعة اه هي اللي فيه. نخليها اه اه ايه خلاص ولعناها وسوينا عيد الميلاد وكل شيء وذابت كل الشمس ونحط شمعة ثانية عقبها لا اه بس نحط نخليها كذي هي ايه يعني هي هذا الشكل يعتبر هو القطعة الفنية مش صحيح اه ايه؟ اه هاي من الافكار السهلة اللي اصدقائنا اه لو حاولوا اه يشغلون وقت فراغهم ويبتعدون شوية يرتاحون من الرسم ويدشون على اه الاشغال الفنية المجسمة ايه ايه نشوف فاطمة ها اه؟ معنا انت ونشوف فاطمة اسكت الميكروفون اه فاطمة فلتشاوي عدل انت في اي صف؟ ثاني متوسط ثاني متوسط اليوم يبنى شوية من شغلك اللي هو اه تكلمين عنه شوي ولا تكلم انا؟ ها؟ اه؟ أنا يعني أنا أمسك العمل وأنت تتكلمين؟ يلا قولي يل. يل. عبارة عن قطعة سيراميك رسمنا عليها بألوان الزجاج. إيه. وحددناها بألوان يعني في ألوان وايد من التحديد. مم. ورسمنا عليها تطلع لوحة. لوحة. يعني هي العمل الفني خلاص كذي مكتمل كذي كامل؟ ها؟ أه ولا هذه بعد نلصقها على شيء ولا نسوي منها؟ ممكن ممكن نحن نلصقها أه ممكن تكون منظر نبروزها مثلا طيب لو سوينا من الحين هاي شنو هاي بلاطه؟ أه لا كاشيه؟ لا بورسلان أه سيراميك؟ بورسلان برسلان البورسلان <applause> <applause> برسلان إيه طبعا يكون فاطمه يكون سطحه ابيض كنا ورقه، عدل؟ عشان يساعدنا على الشغل. بداية التخطيط شنو يب هذا المحدد؟ ايش قلم، رصاص، شم، شنو؟ ممكن في انواع فايدة من ايه؟ قلم او ممكن في مثل ابره من فوق ايه؟ فيها فتحة تساعدنا على النزل هو المحدد هذا مال الرسم على الزجاج مش كذي؟ اي ايه المحدد عشان استغاني يعرفون، اكون المحدد اللي نرسم فيه على الزجاج علشان نحدد فيه ايه الوان الزجاج. الالوان اللي داخل هذه شنو هذه؟ الوان مائية؟ لا الوان خاصه حق الزجاج خاصه للزجاج لكن لو فرضنا ان اشتغلنا بالالوان المائيه يعني شو يصير راح تخترب لانه ما راح تثبت عليه يعني نقطتين ماي كذي وكل شيء يروح عدل ايه. فلازم نفهم ان الالوان المائيه ما تثبت على تبريسة. الاسطح اي سطح ناعم يعتبر هذا ما تثبت اي شوف واحده ثانيه هذه ايضا قطعه اكبر شويه لو شفنا لاحظنا الفرق نحس انها صغيره وهذه اكبر عدل يا فاطمه زين هذا التكوين تكوين في فريخات صغيرة كتاكيت إيه؟ إيه؟ إيه نحددهم ايضا بنفس الطريقه إيه؟ وبعدين بعدين نلون بداخلهم ممكن احنا بالتحديد نسوي لهم العيون إيه؟ او من داخل نسوي لهم الاجنحه بالتحديد يعني إن... مو التحديد على الرسمه بس ايه خوش كلام زين إيه انت تشتغلين والبرسلانة كذي ولا لازم تكون كذي لا لازم تكون على ال... ها أه؟ وضع شو يسمونه افقي ولا عمودي هذا لا افقي هذا افقي لازم تكون نايمه تشيل ليش الكلام هذا يفهمونه لان في ناس بالابتدائيه يفهمون شو الكلام اللي قاعد نقوله راح تساعدنا على الرسم اسهل ايه؟ لأن ما راح تثبت اللوحه لو حطيتها عمودي لا اكو شيء ثاني بعد مهم الالوان ألوان الالوان ما ايه. راح مثل تنزل ايوه خوش كلام الوان الزجاج هذه او الوان السيراميك ايه. لما نرسم على قطعه البرسلان وهي واقفه الالوان اصلا تسيح لازم تكون بوضع افقي او نايمه كذي علشان اللون ينشف وهو ماخذ ما راحته عدل انزين <applause> احنا الحين هذيلا بالنسبه للشغلات هذه لو ف... يعني استخدامهم بس ان نسوي بلاطه كذي او ونعلقها ب... يعني ما نقدر نسوي مشروع يعني شغله كبيره <تصفيق> <تصفيق> يعني جزء من حاجز عندنا ولا طوفه ولا شيء كم ش... بلاطه نحتاج لا مو الا البلاط ممكن الزجاج العادي آه للأبواب الزجاجيه الفاصل مثلا بين صالتين او كذي ممكن نحن نرسم عليها ايه؟ تطلع لنا منظر خوش كلام هذا على الزجاج منظر شفاف يعني يدخل اضاءه زين والاشياء اللي ما تدخل اضاءه مثلا عندنا جزء يم الحمام مثلا نرسم فيه قطع من من البورسلان ممكن. نقدر نسوي سؤالي نقدر نسوي مشروع يعني قصدي او عمل جماعي يتكون من خمسين او ستين بلاطه يعني طوفه صغيره اي ممكن يصير؟ إيه. انزين إيه. نرسم على الطوفه ولا نرسم قطعه قطعه وبعدين نلزق نلزقها على ن... الطوفه؟ ن... لا, نرسمهم كلهم ويا بعض اي لان ممكن نحن ما ن... ما تصير قياسات الرسمه كلها هي. خوش كلام خوش كلام بس رفع الميكروفون شويه لان في اصدقائنا لازم يفهمون ان العمل بهذا الشكل مو بس بلاطه صغيره او 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 برسلانه واحده ونعلقها وخلاص لا ممكن نسوي منه عمل جماعي. هذا ايضا قطعه حلوه جدا تعتبر من القطع الجميلة، وبعدين لاحظوا أصدقائي القطع شلون يعني المساحة يعني الشكل المستطيل يختلف عن الشكل المربع، والشكل المستطيل الصغير يختلف عن المستطيل الكبير. هذه اللوحة اللي قدامنا فيها تشكيل اللي أوراق شجر، عدل كلامي <applause> ولا أنت تقولين كلام أحسن شوية؟ لا قولي. <applause> هي عبارة عن أوراق شجر من إيه؟ تشبه اوراق العنب إيه؟ لأنها تكون مسطحه وسيعة كبيره يعني ورقه كبيره تستاهل الرسم إيه؟ يعني عشان هي تساعدني اكثر من الورقه الصغيره، مم الورقه الصغيره مثلا اللون او الفرشه اللي راح استعملها مم ممكن راح يطلع على التحديد، لكن الورقه الكبيره تساعدني على اني استخدم الفرشه براحه كلام جميل يا فاطمه، كلام جميل ممتاز، يعني هذه هالكلام اللي قاعد تقولينه هذا كله من الخبره في الشغل معدل يعني انت لو مو مشتغله عشان ما تعرفين تقولي الكلام هذا لا. صح ولا ولا كلام غلط لا صح صح كذي لانه ايه؟ ما اقدر لان لازم اجرب اول شيء عشان اقدر بعدين اعرف الصح من الغلط ايه ما حاشدش اي مشكله وانت تشتغلين هالنوع من الشغل امبلا اه شنو المشكله يلا عشان هو التحديد ايه شو يصير ما يثبت عليه ايه هو التح... بحاجه ان تحديد يكون مضبوط عليه يعني المشكله في التحديد من كذي تحس اه. انه شويه يعني ممكن المعجون يطلع منك شويه ايه؟ او او أكثر او 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 اقل او أو, أقل أو, يتقطع. او يتقطع خوش كلام خوش كلام نشوف اخر قطعه صغيره عندنا من اعمال فاطمه وزميلاتها طبعا هالش بعض الاحيان تصير الاعمال هاي جماعيه يشتركون بنات ثلاث او ثنتين في العمل الجلاسات اللي موجودة عندنا معدل فاطمة إحنا الحين ساعات نأكل الأشياء اللي فيها أه؟ وبعدين في ناس يقولونها عدل إحنا ممكن نستفيد بأن إحنا نسوي أشكال فنية بسيطة جدا وهي شنو هذا؟ قطو قطو زين الألوان اللي استخدمتيها شنو؟ الأحمر والأصفر لا نوع نوع الألوان شنو؟ ألوان زجاج الرسم على الزجاج مش أفكار بسيطة جدا نحصل عليها عن طريق الاستمتاع اللعب يعني احنا ممكن نلعب وتطلع عندنا الاشياء الحلوه هذه دلال وفاطمه شاركوا معنا اليوم نشكرهم نشكر دلال على الشغل هذا ولا توقفين ها حاولي تبدعين اكثر ونشكر فاطمه على شرح الممتاز وعلى اعمالها شكرا يا فاطمه وشكرا يا دلال ننتقل الى فقره اخرى اصدقائي في جانب من المرسم مع ابله فوزيه مدرسه التربيه الفنيه موجودين احنا هنا عشان بنسوي تجربه قدامكم حتى امكانياتنا في التجربه على حسب الاشياء اللي موجوده عندنا راح نشتغل الحين وانتم طبعا في البيت لما تحبون تطبقون التجربه هذه راح يصير عندكم مجال اكبر وفي الحوش او في في اي مكان خاص لان في الوان وصبغ ورش فخلوا بالكم يا تحطون بلاستيك يا تحطون اوراق او ورق جرايد. مرحبا ابله فوزيه. يا هلا شلونك؟ اليوم بنسوي تجربه استخدام اسباق اسباق الرش الموجوده عندنا. السبريه ها اسباق الرش. شنو الاشياء اللي نحتاجها؟ بس ورق ابيض ورق ابيض وقطعه لازم تكون كل طالبه تشكلها بنفسها يعني إيه؟ هي تتصوره إيه؟ مثل الحين عندنا إجبال تقص على شكل جبال أو أمواج بحر أو يعني كل واحدة أعطيها حرية القص تكون حركة حرة حركة يعني هذه حركة حرة 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 يعني يعني تمثل لنا أمواج أيه البحر أمواج البحر هذه مثل علشان بعد يعرفون ان كل المجالات إيه؟ مفتوحه إيه؟ مجموعه من المثلثات مثلثات إيه؟ شكل اهرامات إيه بس ان تكون الورقه سميكه شوي لان إيه؟ هي راح تكرر التجربه في عده مرات ما تذوب عليها إيه؟ فتكون الورقه اسمك شويه إيه؟ الورقه سميكه ضروري إيه؟ اصدقائي علشان لو حطينا ورقه خفيفه مع, مع الاستعمال تذوب لان أو وتتثني هني مثلا مثل حين اعشاب ما اعشاب يعني هاي تجربه هذه مستخدمه إيه؟ يعني مستخدمه هذه يعني اعشاب يعني أه كل وحده شنو اللي بتسوي نتيجتها؟ إيه؟ شنو اللي بتطلع اطوال مختلفه هذا إيه؟ طويل هذا اطول هذا قصير هذا قصير كلش فاحنا رويناكم الـ 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 الاشياء اللي راح نشتغل فيها ورقه بيضة أه القطع هذه ما ادري شو نسميها بس هي اللي تساعدنا على إيه؟ الزخرفه و انت ايش بتسوي لنا اليوم اي لون يعني مثل الحين هذه مقصصينها على شكل امواج بحر إيه؟ فنختار مثل اللون الازرق يعني مو الازرق يعني اي لون نختاره بس يعني يفضل من الازرق من درجات الأزرق. إيه. من درجات الازرق اي من درجات الازرق فابدي من تحت واصعد لفوق بالرش بالكم نبتدي من تحت ونصعد لفوق مو العكس إيه؟ نبتدي من تحت عشان نسوي عشان نغطي شويه إيه؟ وبعدين انا بحاول اني اخلي من الأغمج للافتح من الافتح للاقمج فكل ما حاولت يعني خليت صبغ السبري جريب على الارضيه يعطيني الدرجه الأقمشة فأحاول فحاول وبعدين ارفع واطلع النتيجه م. يعني نحاول نخش اللي سويناها م. طبعا ننطر شويه بس علشان احنا الحين ما عندنا وقت بس هم اللي اشتغلوا ينطرون شويه عشان الصبغ لا يلصق معدل. بس شويه السبريه ترى سريع الجفاف سريع الجفاف فنحاول بخفف ابعد ال تبعدين اي تبعدين العلبه شويه فيخف من بعيد الدرجه عندي ايه. ترى هاي شغلات مهمه عشان اصدقائنا يفهمون لما نجرب العلبه يصير اللون غامج نبعدها شويه فتعطينا اللون افتح بس يعني هذه الدرجات اللي انا ابيها ايه. نحن حصلنا على النتيجة هذه. النتيجة هذه بدينا فيها مع أبو فوزية من تحت وليه فوق لكن لو سوينا التجربة هذه بالعكس في خطأ يصير أو في يصير الخطأ لأن اللي أنا طبعته أو رشيته ولمن أنزل يرد مرة ثانية يرش عليه، فما يعطيني التأثير اللي أنا أبيه، فأحاول أن أغطيه. خوش كلام، خوش كلام، كلام مهم جدا أن احنا نبتدي من تحت ليه فوق هاي تجربة. نسوي تجربة ثانية باللون آآ آآ هذا البرونزي مثلا وانا اقدر احط لونين مع بعض يعني مو يعني مجرد يصير تضيف على هذه؟ اضيف عليه يعني الحين يعني انا بحاول احط البرونزي ويا الفضي او اني احط الفضي مع و... الاسود واحدة جديدة ولا بهذه؟ لا في واحدة جديدة جديدة زين هذه خلصنا منها مم. حلو اني احط اللونين الفاتح والغامج الفضي مع الاسود, الأسود. طبعا احنا اصدقائنا نفهمهم ان العلبه هاي لازم نرجها عدل إيه ترى اي بس احنا خاضنها مساء قبل التصوير. نبتدي بالأسود. بالاسود بالاسود اعطي درجه الاقمش اول شيء واتركها شويه يعني تنشف يعني المفروض نتركها إيه. شويه بس احنا لان عشان الوقت هذا فضي ها؟ الفضي فيعطيني درجتين افتح واقمج افتح واقمج يعني الترتيب الحين اللي جاي شنو اسود؟ الاسود اسود حطينا تجربة رشة شو اسمه برونزي الحين بعد خلينا ندخل بعد لان احنا البرونزي مو مشكلة نحط ايه؟ لون واحد بس مو مو تطلع بس در... لا انا بعدتها علشان الدرجه خفيفه انا م. ما ابي فوق يطلع اقمش درجه فانا بدي من تحت اه تبين النهايه تكون بالافتح بالافتح فاقدر إيه؟ انا يعني م. احاول اقرب عند الورقه كويس نسوي بعد واحده بالبرونزي نسوي بعد واحده برونزي لان احنا بنراوي اصدقائنا خلينا اراويهم النتيجه هذه لاحظوا في فرق بين امواج البحر وبين الاشكال المثلثه او الاهرامات او تكرار الشكل المثلث نشوف الحين تجربه ثالثه لان انا براوي اصدقائنا كل التجارب يعني مو كل التجارب طبعا في 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 100 تجربه ممكن نسويها بس خلينا نشوف نسوي هذه نسوي هذه تبي تحطين ارضيه يعني اي ولا على طول لا ارضيتها هي هي البيضه هي البيضه نفسها, آه هي من من البرش نفسها. يعني تبي نغير الارضيه لا لا حطينا البرونز الحين انزين انا ابي ابي بين البرونزي ايوه ايه روح لك الصوره البرونزي هو عموما يعني يكون درجته فاتحه يعني مو مثل الاسود والازرق مو إيه مثل الاسود على الثقل شويه برونزي وازرق حتى لنا ازرق حتى لنا ازرق خوش كمان لان المقصود الحين نراوي اصدقائنا اللي قاعد ينتظرون النتيجة شلون القطع اللي نسويه يعني الاشكال اللي نسويها الشكل الامواج يعطينا شكل المثلثات والمستطيلات والمربعات تعطينا شكل الخطوط الحره هذه اللي كنها اعشاب تعطينا شكل آخر يعني وانتم طبعا متروك لكم الفرصة يعني متروكة لكم حرية الاختيار اي حرية الاختيار يعني اشكال يعني خل هم يبتكرون الشكل ويرشونه وهي ترشه وتختار اللون بنفسها اي طلع الشكل حلو حلو طلع حلو يشوفون شنو الخطا ويردون مره ثانيه تعيد بامكانها تعيد اي فسوينا احنا يعني ثلاث تجارب نشوف تطبيقات التجارب هذه عقب ما نشتغل شيء عقب ما نسوي كذي الورقه هذه ما تترك بهذا الشكل لا يبي لها تطبيق كملها الطالبه م. لا يبي شلون نضيف عليها اضافات هذه هذه تصورتها الطالبه كنها امواج عشان ياخذها مضبوط مثل امواج البحر اي لا هذه هذه مثلثات المثلثات اي بس هي إيه؟ إيه متصورتها امواج بحر إيه هي متصوره ان المثلثات إيه؟ تعطينا امواج, أمواج البحر فالبحر شيء نحط فيه طبعا اللون الازرق بس لا يعني شنو اي يعني القوارب ما قوارب هذه هي بامكانها و أيه تقدر تقصص اسماك صغيره وتحطها يعني لازم يكون إيه في علاقه بين الشكل شو يسمونه والارضيه, والأرضية هذه العلاقه بين الشكل والارضيه علاقه موجوده المراكب في على الامواج نشوف واحده ثانيه هني إيه هني اي قصصت الفراش وهم نفس الشيء شنو تصور الشكل من بعيد؟ فتصورته مثل الغابه مثل الشيار مثل الورود يعني مم. على تصورات الطالبه إيه؟ فخذت فاخذت اوراق ثانيه وقصصتها ولزقتها إيه؟ فراشات فراشات طيب احنا الحين سؤالنا البسيط سؤال مني لك انت يعني إيه طبعا. ليش الفراشات بلون ابيض يعني إيه هي قصد هي إيه قاصده ان تبينها تبرزها اكثر تبي طيب تبرزها, تبرزها أكثر. يعني إيه. تبي إيه؟ طيب تبرزها ان بينها هي الطير وهي مم. شكلها وجناحها و... كلام. إيه؟ لكن لو كانت البنت تقصد ان الفراشه هي الاساسيه في الموضوع تلون أي الفراشه أي أي موضوعنا أي كله على الارضيه شلون نكونها والتكوين الخارجي حريه مم. دمع. دمع لان احنا لازم نبين لهم كل الاشياء مم. اللي احنا نسويها شوفوا هني اللون الذهبي مع اللون البرونزي ما ادري يلمع تشوفونه اه تمام ايضا في شكل اي في شكل والطالبه هم نفس الشيء امواج هي شنو حاسه مو الا الامواج تقدر تطالع مثل تربه البحر شلون قاع موجة. البحر أو إيه قاع البحر اي قاع البحر شلون مموجه وشلون هذه الحركات مم. فسوت لنا الاعشاب عاد كل بنت كل طالبه في طريقة في اضافات على الزخارف اضافات زخرفتها لنا حجمها والصغير والكبير مم. كل هاي المخلوقات إيه نشوفها في قاع البحر ايضا هاي تجربه تستاهل العرض الشكل الشكل الارضيه في ناس يبي يفهمون شلون يعني هاي مثلثات ماخذ ماخذهم على كتر بس على جنب اي إيه؟ حاوله تتقمج اللون لي يعني شوف فتحته بالنص وبعدين رد قمجته على حركه الطالبه مم. انا اخليها حريه الاختيار إيه؟ وبعدين عاد هي سوت لي الاشكال يعني التعارف. هاي المثلثات اصدقائي مو, مو, مو صايره بشكل إيه؟ عمود افقي مع العمودي لا جايين على جنب يعني كلام سهل كذي و... على كتر كذي إيه؟ فتطلع لنا المثلثات وهاي المثلثات حاده يعني لها بوز مو مثل ذيلا وبعدين شكل الـ 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 المرش والمبخر والشغلات هذه <applause> هذا تقريبا خلصنا مجموعة التجارب هذه هذه أيضا واحدة ثانية هذه فيها خلفية بشكل حر يعني ممكن يكون دوائر اي الحركه هذه قصتها الطالبه على شكل دائري فمقوسه بالورقه مع القص م. وبعدين حطت لي اللونين هي بتطلع شكل السدو إيه. يعني باللونين الازرق الازرق والاحمر إيه. إيه. شو مع بعض يطلعون إيه. بنفسجي يعني متى. مره راشه بالازرق ومره راشه بالازرق فمعطتني الاختلاف بالارضيه م. بس اشكالها كبيره مغطيه على الارضيه يعني هاي الدائره بدل ما تكون دائره, إيه. دائرة مقوسه مقوسه بس متصله بالورقه إيه. يعني متصله بالورقه مو منفصله إيه. إيه. بعدين نسوي شكل والاشكال آه الاشكال هذه وبعدين احنا يعني ساعات يصير عندنا آه نلقى ساعات بالسوق او في المكتبات او في الكتب آه او في الكراسات بعض الاشكال هذه ما ادري آه تكون واضحه في التصوير هذه الحركه سهله جدا ان نسويها آه في عمل الرش والسبري لكن هي اصلا موجوده من ورقه كراسه هذه ورقه لا ورقه عاديه يعني اي ورقه كراسه بس الخفيفه يعني. تكون إيه. يعني هذه مو احنا مسوينها مو احنا مسوينها بس هي حصلنا عليها من الاشياء اللي موجوده في المكتبات او في يعني في الحياه نشوفها يعني وسهل تطبيقها هذه اللي انتم تشوفونها سهل جدا تطبيقها نسوي الـ الـ الاشياء المستطيله هذه وبعدين الدائره لها شكل والخلفيه هاي تكون اصلا موجوده عندنا محاضرينها قبل وهذه نفس الشيء الغيوم وقوس قزح أيه. شغلات هذه كلها, كلها بسيطه جدا مجرد تقصص الورقه بالشكل اللي تبيه تحط وترش من بعيد اذا تبي خفيف اذا تبي أخمج يعني م. يعني المجال هذا كبير كبير ممكن نحصل أيه على نتائج اكثر من شيء اكيد طيب يمكن نلتقي بعد مره عشان نسوي تجارب من هالنوع نشكر ابله فوزيه ابو ناشي مدرسه التربيه الفنيه في المدرسه وان شاء الله نلتقي معك مره اخرى شكرا اصدقائي نشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه